لم يحجب الزحف العمراني في بيروت جمال هذا القصر ومكانته. قصر قولا سرسق الذي تحول منذ عقود إلى متحف. دخول المتحف والتجول في أقسامه رحلة عبر الزمن. هنا معرض يضم لوحات ومخطوطات عن تاريخ مدينة بيروت، وفي قسم آخر صور قديمة تحاكي التراث اللبناني. ورغم أعمال الترميم والتوسيع التي خضع لها خلال السنوات السبع الماضية، جرت المحافظة على طابع القصر وهويته. أردنا أن يكون مكان للحيوية الثقافية، فكان في قاعات أخرى، مكتبات، قاعات محاضرات، قاعات للأنشطة الثقافية والتربوية. المتحف بيقدر يكون مكان جامد. بعتقد نحن النية وراء التوسعة كانت أنه يكون هذا المكان في حيوية. شيد قصر قولا سرسق عام 1912، ولولع مالكه بالثقافة جعل منه ملتقا لشخصيات أدبية وفنية، وأوصى بأن يتحول بعد وفاته إلى متحف تحت ولاية رئيس بلدية بيروت وتديره شخصيات من العاصمة، وهذا ما حصل عام 1952. تعد زيارة متحف سرسق تجربة مميزة لما يشكله هذا المكان من معلم هندسي تراثي، لكن بيروت خسرت عددا كبيرا من المباني التراثية في السنوات الماضية بعد إخفاق الدولة في المحافظة عليها. إخفاق يعود إلى معادلة بسيطة، ضعف إمكانات الدولة في مقابل اتساع نفوذ المالكين والمستثمرين وسعي كثير منهم لهدم المباني القديمة وتشييد مجمعات سكنية مكانها. نحن إذا بدنا نحطه على لائحة الجدل العام بدنا نتفق مع المالك، وإذا لم نتفق معه بدنا نعوض عليه، والتعويض بكونه ببيروت وكون سعر المتر غالي جدا بيكون التعويض باهظ. ويلفت المعنيون النظر إلى سعي جدي لسن تشريعات تساعد الدولة اللبنانية على منع هدم المباني التراثية. جوني تونيوس، الجزيرة، بيروت.